هناك يعني مظاهرات في 11 يقوده قادة تنسيقيات المظاهرات تشرين الذي اتفقوا أن يكون هناك مظاهرات يوم 11. وهناك الآن أخبار شبه مؤكدة بأن التيار الصدري وجمهور التيار الصدري سيخرج بتظاهرات تحاول قدر الإمكان أن تضغط على الحكومة في سبيل أن لا يستطيع الإطار التنسيقي أن يستفاد من هذه البحبوحة الاقتصادية وابتعاد التيار الصدري عن الساحة السياسية وأن ينفرد في الساحة السياسية في المحافظات الوسط والجنوب. ومن المؤكد أن هذه التظاهرات إذا استمرت وخاصة بزخم من جمهور التيار الصدري فستؤثر تأثير كبير على الانتخابات، وعندها الولايات المتحدة الأمريكية ستخفف الضغوط على البنك المركزي العراقي وسيكون هناك وضع اقتصادي مريح نوعا ما. وأعتقد جزء من هذا الضغط الذي تمارسه الولايات المتحدة الأمريكية هو لحد الآن عدم قدرة العراق على تصدير النفط من إقليم كردستان إلى تركيا، والمشكلة التي لم تحل لحد الآن، وهذه أكيد تؤثر على الاقتصاد العراقي لأن ما يصدر من إقليم كردستان هو كان محسوب على الميزانية العراقية والآن أصبح غير موجود، وهذا أكيد سيربك الميزانية في العراق.